السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المشاعر النبيلة التي نراها في هذه الأيام أن الناس في حزن على إغلاق المساجد، وهذا الشعور الطيب النبيل مقبول، لكن نذكر هؤلاء الذين يحزنون على إغلاق المساجد أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. نذكرهم أن يحزنوا على تفريطهم في حقوق العباد وتفريطهم في حقوق الله سبحانه وتعالى. إن كنت تحزن على سنة مؤكدة احزن على أكلك المال الحرام، إن كنت تحزن على ترك سنة مؤكدة احزن على قطيعتك للرحم، احزن على وهي فرض، احزن على عقوق أمك وأبيك وهو فرض، احزن على تركك للصلاة، احزن على إيذائك للجيران، احزن على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة سنة وهي سنة مؤكدة، لكن علينا أن نحزن على السنة وأيضا نحزن على الفريضة. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، هناك الفرض وهناك المندوب أو الواجب والمندوب، وهناك الحرام وهناك المكروه. فيا أخي المسلم، هذه فرصة لكي تحرص على المندوب كما تحرص على الفرض، ولكي تحرص على ترك المكروه كما تحرص على ترك الحرام. إذا كانت هذه المعادلة التي تعيش فيها في حياتك مع الله سبحانه وتعالى، تأكد أنك ستكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. أما إذا كنت تحزن على ترك سنة، على ترك سنة وتبالغ في هذا الحزن، ويداك مغموستان في الحرام، ويداك مغموستان في المعاصي، ويداك فارغتان من طاعة الله عز وجل، فهذا جهل يعني أرضى بك أن تتمثل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك.